نفذت عملية تحرير الناحية من براثن العصابات الإرهابية الإجرامية، داعيا إلى الإسراع في إعادة تأهيل الناحية بعد أشهر من الدمار والخراب على يد مجرمي داعش. بالنسبة يعني قوات البيشمركة هي قوات عراقية منظمة تدافع عن العراق جميعا. اليوم اصبحوا القوات البيشمركة حسب ادعاءات العالم ان حماية الاقليم، اليوم احنا شفناها امام عيوننا، هي تدافع عن العراق جميعا، اذا كان في البصرة او كان في الشمال او كان في الجنوب، اي مكان هي تتحرك القوات البيشمركة، ومشكورة على دعمها اللي كونت واللي ضحت واللي الشهداء الله يرحمهم هم والجرحى الله يشافيهم ان شاء الله. هذه كلها يعني بوادر الخير اللي بجت من قوات البيشمركة، ومناطقنا تحررت بقوات البيشمركة اللي موجودة الآن، هي في جبهات القتال اللي موجودة على مشارف الحويجة وما الحويجة. الإرهاب هو تعرف الإرهاب هو اسمه إرهاب من اسمه، هو دمار، تدري الناحية 80% مدمرة من هاي الموضوع، والعبوات اللي موجودة الناسفة والأحزمة والبراميل اللي خلفوها الدواعش للناس. نحتاج إلى جهد هندسي من الأقليم أو من الحكومة المركزية أو من السيد المحافظ يرتب لنا هاي الأمور. ليش؟ لأن هاي خطية العوائل تأذت، صار 9 أشهر شافت ما شافت من الولاد والتعب والأسباب هاي الموجودة. أحيي قناة كركوك التي واكبت جميع الأهداف وكانت في الخط المتقدم في جميع الجبهات وخاصة في محاور كركوك. أما في شأن وضع التي شاهدناها بعد الخراب الذي خلفه الإرهاب، نطالب من الحكومات المحلية في كركوك من المجلس ومن المحافظة بالذات تسهيل عملية أو بالأحرى توجيه الأمر للفرقة الهندسية لرفع تلك العبوات التي تكاد تملأ جميع الطرقات الموجودة في قصبة الناحية وفي القرى التابعة لها، لتسهيل عملية عودة النازحين إلى بيوتهم. تحية إجلال وإكرام ومثل لجميع قوات البيشمركة، ونطلب من الله أن يرحم جميع شهدائهم ويشافي جرحاهم. أحد أبناء ناحية الملتقى قدم الشكر والامتنان لقوات البيشمركة التي طهرت الناحية من الإرهابيين، داعيا إلى التعاون مع البيشمركة لتحرير جميع المناطق من الإرهاب. هسه حاليا في ناحية الملتقى حررها القوات البيشمركة، حررت من تنظيم القاعدة دواعش. الله فرحتنا، حيل فرحتنا قوات البيشمركة من الدواعش، يعني كانوا قلبين المنطقة وما نقدر نجي ليجاي. لا الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر، نشكر قوات البيشمركة ونشكر المحافظة. ناحية الملتقى وبعد أشهر من الدمار والخراب على يد إرهابي داعش، ها هي تتنفس الصعداء وعبق الحرية من نير الظلاميين الذين يريدون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. هذه هي ناحية الملتقى التي تم تحريرها من قبل قوات البيشمركة، وهي الآن خاوية من سكانها ومواطنيها الأصليين، والسبب يعود إلى تفخيخ المنازل والدوائر الحكومية. من ناحية الملتقى، هالغورد حسن لفضائية كركوك. إلى ذلك جدد مواطنون عرب من كركوك دعمهم وتأييدهم المطلق لقوات البيشمركة التي أثبتت إنها قوات جميع المكونات والقوميات دون استثناء، مشيرين إلى أن الجميع بات